هذا الوقت طبعا هذه التجارب وهذه الأسماء اللي أيضا بعد انطلاقة النادي الأهلي ونجاحاته على المستويات المصرية والعربية والأفريقية أكثر من مرة سمعنا من أكثر من إعلامي عربي وأفريقي أن كان هذا دافع لعدد من المؤسسات الرياضية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية أنها تحمل اسم النادي الأهلي وأنها أيضا تحاول أن تحذو حذو النادي الأهلي بأن تكون في الصدارة وأن تحقق الكثير من البطولات. وكمان كان في بعض تجارب التوأمة أو التواصل مع النادي الأهلي في فترات ومراحل مختلفة سابقة للاستفادة من تجاربه سواء في الإدارة أو التدريب أو كرة القدم أو تحقيق أفضل النتائج الرياضية والكروية لمحاولة نقل هذه التجارب والخبرات لهذه الأندية. معنا على الهاتف رئيس نادي أهلي بنغازي الليبي الأستاذ خالد الصعيتي. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير كابتن كندي ومساء الخير لكافة العاملين ومشاهدين قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. أستاذ خالد لدينا خبر يقول أن النادي حاليا أهلي بنغازي الليبي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد للفترة المقبلة ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وأنه مطروح أكثر من اسم، ما مدى صحة هذا الخبر وعندنا أسماء في هذا الخبر أو بيتضمنها منها الكابتن ضياء السيد والكابتن طارق العشري؟ وفعلا يدرس النادي الأهلي ملفات عدة مديرين فنيين. اتجهنا للمدرسة المصرية لأن هي الأقرب للنادي الأهلي وكانت دائما التجربة مع المدير الفني المصري ناجحة من أيام المرحوم عبد صالح الوحش وحسن شحاتة وطارق العشري وكلهم كانوا عندهم بصمة في تاريخ النادي الأهلي. الأسماء المطروحة أكثر من اسم ضياء السيد مؤمن سليمان حقيقة طارق العشري خارج حسابات النادي خارج الحسابات حضرتك قلت مع حفظ الألقاب ضياء السيد ومؤمن سليمان نعم. الأقرب ملفين إلى الآن هو ضياء السيد ومؤمن سليمان بالنسبة للمدير الفني. لكن ما الذي سيحسم الاختيار والتعاقد بشكل نهائي مع اسم من الأسماء دي يا أستاذ خالد؟ طبعا يعتمد الاختيار الفني ومن ثم الطاقم المصاحب وشروط التعاقد مهمة جدا. نحن عندنا أهداف معينة نهدف إلى تحقيقها فالأقرب من سيتفق مع برنامجنا هو سيكون الأقرب للتعاقد. يعني حاليا فتحتوا خطوط اتصال وتفاوض مع الاسمين اللي حضرتك أشرت إليهم الكابتن ضياء والكابتن مؤمن؟ نعم هو فتحنا بطريقة غير مباشرة عن طريق وسطاء إلى حين استقرار على الأقرب ثم سيتم الجلوس والحوار مباشرة. أخيرا أستاذ خالد الصعيتي رئيس نادي أهلي بنغازي، هل الأمور الرياضية والكروية ماشية بشكل مستقر في ليبيا رغم طبعا الظروف المحيطة بالمنطقة وبليبيا الشقيقة؟ هو في الحقيقة المناخ قد أكون غير صادق لو قلت أنه يسير حسن ولكن نحن نقاتل ونبذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على مسيرة الرياضة لعدة أسباب أهمها في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني واستقطاب أكبر عنصر من الشباب رغم أن الظروف صعبة نوعا ما ولكن من حيث البنية التحتية وبعض المشاكل ولكن الحمد لله يعني تسير بنحو جيد. إن شاء الله تكونوا موفقين في العودة إلى سابق عهد الأمور الشكل الأفضل اللي يحقق المصالح بالشكل الأمثل للشعب الليبي الشقيق وتستقر الأمور سواء على مستوى النشاط والأداء الكروي والرياضي أو في كافة جوانب الحياة بشكل عام. بشكرك جدا للمشاركة معنا أستاذ خالد الصعيتي رئيس نادي أهلي بنغازي. إذن الأسماء الأستاذ خالد في هذا الاتصال مستبعد اسم أو ليس في الحسابات.